ولإلقاء الضوء على نشاطات وأهداف كوبتيك أرفانز، معنا في الاستوديو الأستاذة حنان باقي، The International Programs Director. أهلا بك. أهلا. أستاذة حنان، ما هي رسالة الكوبتيك أرفانز، الفلسفة التي تقوم عليها وتاريخ هذه المؤسسة؟ تأسست هيئة كوبتيك أورفنز كهيئة غير هادفة للربح عام 1989 بيد السيدة نرمين رياض لتحسين حياة الأيتام وغيرهم من الأطفال المهمشين في مصر، وذلك عن طريق التوعية بقضايا وحقوق الطفل المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية له. فلسفة ورؤية كوبتيك أورفنز إن احنا نود أن نرى كل طفل مهمش في مصر قادر على مجابهة المستقبل بثقة وبإحساس متجدد من الأمل. أستاذة حنان، هناك برامج كثيرة يعني تقدمها الكوبتيك أورفنز، منها Not Alone، لست وحدك. هناك برنامجان آخران هما Valuable Girl، أو كما قالت يسرى غالية، Grant Making. ما الاختلاف بين هذه البرامج الثلاثة؟ تمام. برنامج لست وحدك هو بيهدف إلى تنمية وتمكين الطفل الذي فقد عائله في مرحلة ما قبل التعليم أو أثناء التعليم، للوصول به إلى شخصية متكاملة تقدر على أن تكون منتجة في المجتمع وأن يجابه تحديات العصر. وطبعا إحنا بنربط بين قضايا حقوق الطفل ومفهوم التنمية الشاملة كمدخل أساسي لا بديل عنه في برنامج لست وحدك. وأنا أقصد بمفهوم التنمية الشاملة هو أن إحنا بننتبه لكل نواحي التنمية للطفل، سواء كانت التنمية العقلية واللغوية أو التنمية الوجدانية والاجتماعية، نكتشف مواهب الطفل وتنمية قدرته الإبداعية. أما بالنسبة لبرنامج ابنتي الغالية فهو برنامج تنموي مبتكر بيهدف الفتيات الأكثر عرضة للتسرب من التعليم، سواء نتيجة الظروف الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية، وبيقوم على منهجية من طفل إلى طفل. فعندنا في البرنامج الأخت الكبيرة، وهي عادة ما تكون طالبة في المرحلة الثانوية، بتقوم بدور القدوة للأخت الصغيرة اللي هي عادة ما تكون في المرحلة الابتدائية، فبتذاكر معها الدروس وبترشدها وتعلمها، وبيغرس البرنامج قيم التعليم المستمر والمشاركة، وبيلقي الضوء على أهمية دور الفتاة في المجتمع المصري. أما بالنسبة لبرنامج المنح ميكينج جرانت، مظبوط، الجرانت ميكينج للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، فهدفها ان احنا بنحب نشارك في المبادرات الشعبية ودعمها علشان نوصل لأكبر فئة من الأفراد المهمشين في مصر بخدمات قد يكونوا محتاجين إليها. نعم، وهنا على السكرين في الويب سايت للكوبتيك أورفنز، و يعني شد نظري sponsor a child، هو عنوان يحمل الكثير من المعاني. لو الكاميرا تنزل قليلا من الويب سايت موجود، يعني ما هو المبلغ المطلوب ل to sponsor a child في كل عام، يعني او رعايه الطفل، يعني معنى جميل جدا في الحقيقه. تمام. بالنسبه لسبونسرينج ا تشايلد، انا في البدايه احب اقول ان هو بيتجاوز الماديات ولا يقتصر على انه ارسل مبلغ معين للطفل في مصر، لا، ده انا بقيم علاقه مع الطفل، الراعي بيقيم علاقه مع الطفل في مصر عن طريق إرسال الخطابات والصور، وطبعا بيتضمن إرسال مبلغ شهري بيساعد الطفل على الإيفاء باحتياجاته سواء التعليمية أو الصحية. بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا فهو مبلغ $50 أمريكي، لكن بالنسبة للمشاهدين في البلدان الثانية يمكنهم طبعا زيارة موقعنا www.copticorphans.org للمعرفة المزيد عن القيمة اللي ممكن يرسلوها من البلدان الأخرى. نعم. أستاذة حنان، تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال من خلال مشروع Serve to Learn، ما هي الاستجابة التي وجدتموها من الأطفال تجاه هذا المشروع؟ في الحقيقة كانت استجابة مبهرة، يعني هم الأطفال عبروا عن استمتاعهم بالأنشطة التعليمية الغير تقليدية اللي بيقوم المتطوعين بتنفيذها معهم، وبتبقى طبعا في فترة زمنية حوالي أسبوعين أو ثلاثة خلال الفصل، فصل الصيف لما المدارس تكون خلصت، وبيستمتعوا بالأنشطة اللي بيطبقها المتطوعين معهم. وأنا أحضر للقاء أستاذة حنان، قرأت على الويب سايت أيضا عنوان Child Privacy and Dignity،
والمقصود بهذا المصطلح الجميل المعبر؟ تمام، هو انطلاقا من ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان العام لحقوق الإنسان، كوبتيك أورفنز بتحترم كرامة الطفل في كافة الظروف، وكمان بتولي اهتمام خاص بحق الطفل في الخصوصية والاستماع إلى رأيه وإشراكه في اتخاذ كافة القرارات التي تمسه. فإحنا ككوبتيك أورفنز بنعدد هذا الاتجاه وبنبدا نتبناه فعليا. نعم، هل الكوبتيك أورفنز فروع خارج الولايات المتحدة؟ لينا مكتب في كندا وفي أستراليا، وطبعا في الوطن الأم مصر. في مصر، أوكي. أخيرا أستاذة حنان، لو نتحدث قليلا عن أهم الإيفنتس القادمة لإتاحة الفرصة لمشاهدي ART للاشتراك ومساعدة هؤلاء الأطفال. هو في إيفنت قريب إن شاء الله في شهر نوفمبر، وهو الكريسماس كونسرت، وبتنظمه كوبتيك أورفنز لصالح الأطفال في مصر، وهيكون هنا في واشنطن دي سي. وطبعا أنا بدعو كل المشاهدين للاشتراك معنا في هذا الاحتفالية، وكمان زيارة موقعنا هيلاقوا برضو معلومات زيادة عن هذا الإيفنت وعن إيفنتس أخرى إن شاء الله. وبالنسبة للجالة اللي عملنا التقرير عنها، هل دي بتكون كل سنة؟ كل سنة طبعا، كل سنة أو كل سنتين بتنظم كوبتيك أورفنز احتفالية خيرية تفيد الأطفال وتعرف المجتمع بقضايا وحقوق الطفل المصري وترفع الوعي بذلك. وبيتم طبعا دعوة مشاهير سواء في السياسة، في المسرح، في التلفزيون، whatever. نتمنى لكم التوفيق أستاذة حنان باقي، الانترناشنال بروجرامز دايركتور في كوبتيك أورفنز. شكرا جزيلا على هذا اللقاء. فاصل قصير سيداتي سادتي، ثم نعود إلى قصة نجاح في عالم الطب علاج السمنة المفرطة مع الدكتور جوزيف إفرام. انتظرونا.